سلام الغزالات، كيف موعدكم؟ قلت لكم بالنسبه للناس اللي ما كيقدوش يشريو مكياج غالي وبثمن غالي، اليوم غادي نجيب لكم واحد دي برودوي اللي اولا الكاليتي ديالهم زوينه، اللي من ناحيه الرموش فون دو تا كونتور لي غلوز لي بيوتي بلندر العكوره، يعني حاولت نقلب على داكشي اللي الثمن ديالو رخيص وبزاف وريزونابل، عوض بالماركات العالميه اللي غاليين وما كتقدش، يعني واحده في المستوى ديالها قليل اللي ما تقدرش تاخذ بهذه الاثمنه. اليوم جبت لكم واحد العرض اللي واعر وما غاديش تنساو في حالو. غادي نوريكم لي برودوي اللي اختاريتهم لكم انا كخبيره ميك اب وعندي خبره في فوندو تان وفي لي روج على هادشي، كاليتي زوينه وثمن قليل، يعني حتى الناس اللي مساكن ما على قد حالهم يقدروا يديروا مكياج بروفيسيونيل وزوين وبثمن رخيص. يلا نوريكم لي برودوي. خصني نفهمكم ان هذا الشيء اللي كنهضر عليه ماشي اشهار، هذا ماشي اشهار، يعني ماشي بيب لشي بلاصه لا، ولكن بغيت الناس اللي مساكن على قد حالهم، حتى هما كيف ما لاحظتوا بزاف في اللايف البارح قلت لك حنا ما نقدش نشري انا مثلا باليت دايره 1000 درهم اولا 900 درهم فيها الوان، انا اليوم جبت لكم باليت اللي الثمن ديالها 30 درهم وفيها الوان بزاف ونفس الكاليتي، يعني نفس البيغمونطاسيون ديالو، فيها هايلايت فيها ديال الحجبان فيها لي غلوز فيها الهايلايت فيها البليشر فيها الفاغابوبيا، يعني فيها كلشي 30 درهم. ولكن انا اللي عجبني كاين بزاف وكاين الكوبي ولكن لا، انا ما بغيتش الكوبي، انا بغيت شي حاجه هنا ديال المغرب اللي هي بيغمونطاسيون وثمن ديالها رخيص، الناس اللي ما يقدوش يشريو لي مارك الغاليين او لي مارك العالميين، فهنا تقدي تنتي تماركي وتقاد ولو حوايج بزاف، يعني الناس دراوش. كيف كتشوفوا اول حاجه غادي نبدا بها هي هاد الباليت، هي هادي شوفوا الثمن ديالها راه داير 30 درهم. انا حاولت ندير الاثمنه هنا باش نوريكم، وهاد لي روج على هادشي كله غادي نطبقو معكم في المكياج وتشوفوا لي الالوان والكاليتي اللي زوينه. انا كيف قلت لكم راه كاينين بزاف الحوايج اللي رخاص، ولكن انا ما بغيتش نقلب على لي مارك اللي معروفين لا، بغيت نقلب على شي حاجه اللي كاليتي وفي البديل الارخص للناس اللي ما عندهمش يقدروا يشريو. شوفوا هاد اللون، قديت لكم هاد البيوتي بلندر، هادشي غنجربوه معكم باش تشوفوا ان كاليتي ديالهم نتوما زوينه قلبتهم. خديت لكم فون دو تان اللي ديال هاد لا مارك، حتى هي الثمن ديالها رخيص 30 درهم. وخديت لكم لا بودغ حتى هي نفس لا مارك ديال هاد فون دو تان. وخديت لكم كريم باش ديال قبل الميك اب. وخديت لكم البنات لقيت لكم رموش حتى هما ب 10 دراهم. عشني 10 دراهم 10 دراهم البنات 10 دراهم، وشوفوا كيفاش دايرين، غير اللي ما بغاش يقاد ويصاوب راسو. وغادي نوريكم حتى هادو، شوفوا هادو تما كيجيو زوينين، غادي نلصقهم قدامكم وغتجربوهم وغتشوفوا، يعني باش ما تقولوش يعني امها كدير غير داكشي ديال الغالي لا، قلبت لكم على حوايج اللي زوينين وتقدو حتى نتوما. هاي بيوتي بلندر هي زوينه قلبتها، اللصقه طبعا هادي درتها. خديت لكم ايلاينر الثمن ديالو غير 20 درهم زوين بزاف، وقلبت لكم على واحد الكلوز هو كاين فخ الشفايف. المهم قلبت لكم على شي حوايج اللي زوينين، هاد الماسكارا حتى هي دايره الثمن ديالها 18 درهم. المهم وقلبت لكم على هذا حتى هو كاين فخ حتى هو الشفايف. المهم قلبت لكم على شي حوايج اللي زوينين بزاف وثمن رخيص، وهادو حتى هما كاينين ديال الحجبان كاليتي تاع زوينه دايرين 30 درهم. شوفوا لقيت واحد الباك اللي هو زوين، غادي نوري لكم، تخيلوا الثمن ديالو شحال 30 درهم 30 درهم. عوض غتمشي تاخدي بيوتي بلندر او هادي ديال مارك غاليه ريال تكنيك مثلا دايره واحد 200 درهم ولا هاي، هادي مجموعه كامله شوفوا خطيره بشحال، قولوا لي بشحال 30 درهم 30 درهم البنات، يعني غير اللي ما بغاش تقاد راسها ماشي تقولوا يعني كاين غير الحوايج اللي غاليين، هاي 30 درهم باك مجموع فيه البيوتي بلندر.